دونك اليوم بغينا نشوفوا هاد لي باليز اللي كيتسموا لي باليز سيمونتيك. هما كاين مجموعه فلاش تي ام ال 5 اللي هما دي باليز سيمونتيك. اش كتعني باليز سيمونتيك؟ يعني عندها معنى، لها معنى هدف. هل لا باليز بي بور لو باراغراف، لا باليز سترونغ باش نقول شي حاجه مهمه اكسيتيرا. كذلك كاينين دي باليز جداد غير في الاش تي ام ال 5 ما كانوش قبل. كما كتشوفوا حنا تنقدروا نخدموا عادي، ولكن هادو هما عندهم الضروره. ممكن انا كون بديت الكور ديالي من الاول وقلت لكم هاد لي باليز غادي ضروري تكتبوا من الاول، بحال كي جيت انا في اول حصه وقلت لكم شوفوا الاش تي ام ال ولي دوك تيب اش تي ام ال الهيد والبادي ضروري عاد تنبداو خدامين. حتى في الاش تي ام ال 5 الصراحه ضروري هاد ستركتوراس. في الاغلب ديال لي باج غنحتاجوا هاد الديكور هذا ديال لاباج، هاد التقسيمه ديال لي باج باستخدام لي باليز سيمونتيك اللي كاينين او لا جاو في لا فيرسيون 5 من لاش تي ام. دونك هاد لي باليز هادو شنو هما؟ كاين عندي مثلا واحد لا باليز جديده اللي هي الهيدر. لا باليز هيدر هي باليز ملي انت غتكتبو ماشي هادشي ملي غتكتبو كلو غتحسو ملي تجربو غتحس بحال ما عندو حتى معنى، يعني ما عندوش تاثير، ما كيلون ما كيكبر كيبان ما كيعندوش تاثير، ولكن كي قلنا هو عنده مفهوم كيدار بوغ لا ستركتوراسيون، عنده غرض منه كيدار، ماشي هو الزواق، ماشي هو يبان شي حاجه في النتيجه، كيدار لذاته. مثلا لا باليز هيدر كدار باش تعني، كدار باش تعني لا بارتي هيد ديال شي حاجه. عرفتي شنو هي لا بارتي هيد؟ يعني الاونتيت، الاونتيت تاع شي حاجه. كما قلنا بان اصلا لاباج كلها عندها الهيدر ديالها، عندها هاد الهيد اللي درناه، كذلك دابا في وسط البادي، في وسط البادي يقدر يكون عندي بزاف الحوايج في الكورد ولا في ديك لاباج اللي عندهم هيدر ديالهم. مثلا الا جيت نعطيكم واحد ليكزامبل ديال واحد لو كونترول، بحال دابا هذا، هذا ليكزامبل ديال واحد الامتحان ديال واحد الاستاذه لي الا شفت هاد التصويره هادي، هاد لاباج اش تي ام ال، غنقول لكم فين هو الهيدر، يعني الفوقاني، هو الجزء الفوقاني ها هو هادشي كله مع هاد لو مينيو هذا اللي داخل هنا، هذا هو اللي كيتسمى الهيدر ديال هاد لاباج. دابا كندويو على البادي، في وسط البادي كاين عندنا واحد جزء هو الهيدر. غالبا الهيدر تيكون هو هاد الجزء الفوقاني، وكتكون داخله فيه واحد ناف. لا باليز ناف هي لا باليز اللي كنديروها باش نأجوتيو ان مونو بوغ لا نافيغاسيون، داكشي علاش سميتها ناف، يعني لياه عازل فيه مونو كيديك لي باج لخرين. مونو كتعرفو مونو ياك، كنلقاو في جميع لي سيت كيدينا من باج لباج. ناف هذا الديكور العام. وسط الباج ديالنا اش تي ام ال تنقدرو نلقاو مجموعة ديال لي سيكشن سيسيون، اي حاجه. مثلا انا كنبيع فهداك لو سيت ديالي دي زارتيك، كنلقى سيسيون ديال لي زارتيكل على حساب لي تيب ديالهم، ولا اخر لي زارتيكل على حساب الجديد اللي دخل، ولا اللي كاين فيهم بروموسيون على حساب السيت شنو فيه، وكتلقى دوك لي سيكشن ارتيكل ديال لي بيبي. شوف انت شنو كتبيع. المهم هادي سيكشن يعني لي هدف، كل وحده معزوله اللي فيهم برومو عزلهم، هادي سيكشن لي ارتيكل ديال مثلا الاكثر طلبا سيكشن اكسيتير. بحال هكا بوست سيكشن كنقدروا نلقاو دي ارتيكل، واحد لاباليز ارتيكل تقدر تعاود اللي هي تتخصص بحاجه معينه. مزيان، سواء انا كنت كنبيع ونشري في هذا السيت، يعني سيت ديال او كوميرس، ولا سيت مثلا تاع قرايه تاع كور، نقدر نقسمو بحال التقسيمة تاع الكور. شابيتخ نعتبرو هو سيسيون، وفي وسط كل شابيتخ كاين عندي الفقرة الأولى، الفقرة الثانية، الفقرة، دوك الأجزاء ديال السيكشن هما اللي كيتسماو أرتيكل، غير تقسيم هذا باش نفهمو. كما قلنا أن أصلا السيكشن تيقدرو يكونو فيها مجموعة ديال لي زارتيكل بحال هنا، ولا حنا مغنديروش أرتيكل نحلوه ونسدوه وصافي، كنحلوه نكتبوه شي حاجة شوف نتا شنو عندك. المهم يقدر يتعاود، ولا ميم شوز راه تقدر ما تكونش عندك غير سيكشن وحده، تقدر تكون سيكشن الاولى سيكشن ثانيه، تقدر يكونوا بزاف. مزيان، وايضا كاين عندي واحد لاباليز سيمونتيك مهمه اللي هي الفوتر. لاباليز فوتر
هي لا باليز اللي كتكون في التحت الى رديتو البال ديال اي سيت كيكون عندك فيها لتحت شي حاجه ستوندار في السيت كله، هذاك هو اللي كنسميوه الفوتر. بحال دابا هنا في هذا المثال ديال هذا الامتحان هذا، فين هو الفوتر؟ هو هذا الكوبي رايت. شفتوا في الغالب كيكون عندنا الفوتر فيه الكوبي رايت كذا لي زادريس ميل ولا شوف شي معلومات، وكيكون كي قلنا ستوندار عندنا في السيت كله كنلقى كنكونوا الهيدر والفوتر كيكونوا ستوندار في السيت كله، بحال الموني كيبقى عندي في كل شيء والفوتر كيبقى عندي في كل شيء، والكونتوني هو اللي كيتبدل من باج لباج على حسب انا هذيك لاباج اللي وصلت ليها. سي بون، وباقي لينا اخر جزء اللي هو هاد لاباليز اسيد، نقدروا نقولوا لها اسيد كوم سا. هادي كي كتشوفوا شي حاجه مجنبه سافدير كوا؟ سافدير هي بحال نقولوا ان كونتوني كومبليمونتير، بحال زيد، هو ماشي زيد اضافي، ما عنده علاقه مع بالضبط، ما داخلش في الفقرات اللي كاتبين حنا، اضافي. مثلا ها بحال اشهار ممكن نقدروا نحسبوها هكا، اها، ولا بحال مثلا نيت انايا مثلا كنشرح الكور ديال بيتون في شي هذا، وعزلت واحد الاسين حطيت فيها شي ديسكريبسيون على داك السيد اللي اخترع بيتون، سميتو كنيتو عماش تزاد كذا شي معلومات، ولا راه كتلقاوها في ويكيبيديا بزاف، في ويكيبيديا المعلومات كتجي في الجنب هنا شي تصويره لهذاك المعلوم ولا المعلومات ولا شي معلومات كتسمى انكس، بحال اللي كنلقاوها حنا في الكتب في التحت يبوك ايطوال وتترجع ليها بحال هكا، يعني تتقدر هادي تقدر، هادي الصيغه العامه اللي كيحاولوا انهم يقسموا بها واحد لاباج اش تي ام ال. علاش؟ باش فاش نجي انايا نخدم من بعد يكون عندي لاباج بحال مجزئه مهنياني، غنخدم على الهيدر دقه واحده صافي تهنيت منه في السيت كله، غنبقى ندير لي كوبي كولي ولا نشوف كيفاش، ولا نجي نيت لاباج اللي فيها الهيدر كذلك الفوتر ها هو مهني منه وصافي كيبقى لي شويه الخدمه. يعني ها انا دغيا بديت كنصاوب سيت فيه بزاف ديال لي باج عنده خدمه كيديرها وساهل في الخدمه، يعني عندي دي بارتي غيوتيليزابل كنستخدمهم ونعاودهم. سي بون، دونك هادشي اللي كاين هنايا. هنا راه عندنا ديتاي ديال كل حاجه شنو كتعني، شنو هي السكشن كي قلنا، هي الفكره اللي خاصكم تفهموا فقط غير الفكره، وتعرفوا علاش كيدار كل باليز، ومن بعد التكرار ممكن ها ممكن فاست سكشن فاست سكشن نقدر نلقى هيدر. اش يعني الهيدر تاعها؟ يعني بحال نقولوا الاونتيت ديال هذيك السكشن، الا كان شي سيت يستحق، الا احتاجيت فهمتوا. حتى واحد ما كيفرض عليا يكون هيدر واحد ولا ناف وحده ولا ما كايناش اسيد ولا كاينه وحده ولا غير تحت العدد والاماكن تحت ما كيفرضها ليا، ولكن المفهوم ديال علاش كندير هيدر شي حاجه كتعني اون تيت، وفي الغالب كيكون فيها منو سيكشن ها شنو شرحنا، الفوتر ها شنو يعني. الا كان عندك شي مقتطفات نتايا حتى في وسط لارتيكل ال ما ماشي مشكل، حتى ديرو في وسط لاباج معاود عندك ماشي مشكل تقدر دير صافي. دونك نقدروا نحاولوا نبداو نصوبوا بحال مثلا هاد لاباج هادي ونجربوا كما كتشوفوا دابا، الا غندير لها واحد التحليل غنشوفوا بانه كاين عندي هيدر، هاد الهيدر هذا شنو فيه غنعتبره كي قلنا يدخل فيه هذا في المنيو يدخل فيه، عندنا فيه واحد التصويره شتوها تصويره، شوفوا كيفاش حنايا نخدموا دابا كنعرفوا غير الويد حيت هذا راه امتحان محطوط فلاش تي ام ال والسي اس اس، نعم عارفين دابا هي لاش تي ام ال. دونك نشوفوا كيفاش نديروا لهذيك التصويره، نديروا هنا العنوان بحال هذا تي تيبيع الصبابط، هذا هو الفكره. المنيو كيفاش غنديروا نصوبوا ان منيو؟ وي حنا راه قلنا ناف، ولكن ناف اش غيكون فيها؟ ناف راه قلنا عاد ديكور، ناف عاد ديكور مع ما تعطيك حتى نتيجه، اش غيكون وسطها؟ شنو هما هادو اللي غادي يديروا لي هاد المنيو؟ وي نقدروا نديروا اي ليست ديال، نقدروا نديروا ليست وسطها ليليا، نقدروا نشوفوا دي ليا هكا عاديين وبيناتهم هكذا، المهم هما كاينين ليا، خاص يكون عندي شي ليا ياك، ليا يدوزني دي باج، وخا لي باج ما نوجدهمش حنا دابا ماشي مشكل، يكونوا كاينين عندي لي ليا صافي. ابخي كاين عندي هنايا سا سي كوا بريير دو رومبليغ لي شون سويفون، هذا سي كوم ان تيتر اللي هو عنده واحد البوردر. ابخي كاين عندنا هنايا هادو شنو هي نوم برينو ايميل مود دو بايمون فوزيت سا سي كوا
ce sont les labels. ياك حنا دابا حنا كناناليزيو كديفلوبور اتش تي ام ال، يعني نقولوا لي سمياتهم وحداهم هنايا هاد سيزير فوتر نو. سا سي كوا هادي انبوت تيب ايغال تكست، وعلاش مكتوبه فيها سيزير فوتر نو ماشي بليس هولدر؟ بلاس هولدر كتلقاه غريزي، هذا ما باينش ليا، ماشي غريزي هذا، راه كتبه كتبه شتي، هادي كتبه مكتوبه عاديه. سا سي كوا ملي كتكون كتبه عاديه؟ فاليو هي الفاليو، حتى هادي نفسها مكتوبه فيها فاليو، الا هي في الافضل تكون بلاس هولدر، ولكن البلاس هولدر كيكون غريزي. تجربوا تشوفوا الا بغينا نديروا تقريب. وهنايا نفس الهضره بالنسبه للايميل، غادي تكون ايميل هنا كارت بونكير سيليكت، غتكون كارت بونكير، وانتم زيدوا مثلا ليفريزون ولا باي بال ولا لي مود دو بايمون. فو زيت مسيو لا مدام، سو سون دي راديو بوتون. وعندنا هنا واحد جوج ديال لي بوتون اللي هي اونفوي باش يصيفطوا المعلومات، وانيسياليزي هي فوالا هي الافاسي ديالنا اللي كنعرف. صافي انيسياليزي خصك تفهم انت اوتوماتيكمون هي افاس. سي بون يلا نحاولوا نخدموها تسمح.